هذه الكلمة في هذا اليوم ليلة الثامن من المحرم. بداية أوجه هذه الكلمة لنفسي وأذكر بها أخوة المؤمنين. الحسين عليه السلام خرج يحارب الظلم، الحسين عليه السلام خرج يحارب الفساد. فلنكن مع الحسين، مع مدرسة الحسين، فلنحارب الظلم، فلنحارب الفساد. إن الظلم يتحداك، وإن الهوى يتحداك، وإن قوى الإغواء والتهديد والوعيد والتهويل تتحداك. فهل تصمد؟ هل تبقى حسينيا؟ فتخسرون أبد والله لا ننسى حسين.